القرآن الكريم معجز في هيئته، في كيفية تركيب الكلمات والجمل، وأيضا في مضمونه، في معانيه الدقيقة والموافقة للبلاغة ونكت البيان ولمقتضى الحال. مسيلمة الكذاب تصور أن كون القرآن معجز ينحصر في الأسلوب، فأراد أن يعارض سورة القارعة، فجاء بسورة اسمها سورة الفيل. الفيل وما أدراك ما الفيل، له ذنب وبيل وخرطوم طويل. مسيلمة تصور أن الإعجاز في أن يركب الكلمات بنفس الأسلوب القرآني، وليس هذا هو الإعجاز. أولاً، مسيلمة لم يأتي بتركيب جديد مبتدع حادث ليس له مثيل، هو لم يعارض القرآن في الحقيقة، وإنما اتبع القرآن، جرى على نهج القرآن. وكم فرق بين أن يعارض القرآن وبين أن يتبع القرآن. وثانيا، سورة الفيل التي جاء بها معانيها جدا هابطة وليست موافقة لمقتضى الحال، لحال العرب في الجزيرة العربية. ما شأن العرب في ذلك الزمان وكون الفيل له ذنب أو له خرطوم؟ ماذا سيضيف للعرب هذا المعنى؟ بخلاف سورة القارعة، سورة القارعة تتحدث عن يوم القيامة والنشأة الأخرى، عن الحياة الأبدية التي لا بد وأن يلتفت إليها الإنسان، تلك الدار التي إما أن تثقل فيها موازين الإنسان وإما أن تخف، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي. فرق كبير بين هذا المعنى السامي الذي يرتبط بمصير كل إنسان وبين المعنى الهابط الذي ذكره مسيلمة، حتى يتضح لك وجه من وجوه بلاغة القرآن. أذكر لك مثال، الآية رقم 44 من سورة هود، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هذه الآية لما نزلت أنزل العرب المعلقات من جدار الكعبة، لم يجدوا في أفضل قصائدهم ما يدنو أمام هذه الآية الشريفة. هذه الآية فيها صور بلاغية متعددة، نكت بيانية، حتى كتبت فيها رسائل مستقلة. أذكر لك بعض هذه النكت البيانية. النكتة الأولى، هذه الآية في مقام بيان عظمة الله تبارك وتعالى وبيان هيمنته على الكائنات وسرعة استجابة الكائنات لأمره تبارك وتعالى. بيّنت ذلك بعبارات قصيرة بليغة وجلية وواضحة. خير الكلام ما قل ودل، الصمت أليق بالفتى من منطق في غير حينه، لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه، خير الكلام قليل على كثير دليل. هذه الآية عبرت بالفعل المبني للمجهول، قالت وقيل
يا أرض، ولم تقل وقال الله يا أرض. وفي ذلك بيان لعظمة القائل. وهذه الآية مع أنها لم تذكر لفظ الجلالة إلا أنها بيّنت من هو القائل من خلال قوله تعالى: يا أرض ويا سماء، فإن الذي يأمر الأرض والسماء وتستجيب له وغيظ الماء مباشرة هو الله تبارك وتعالى. إذن الألفاظ صارت أقل والمعنى حوفظ عليه مع زيادة بيان. النكتة البيانية الثانية: الآية المباركة لم تقل يا أيتها الأرض. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. النكتة البيانية الثانية هي أن الآية لم تقل يا أيتها الأرض، يا أيتها السماء، لم تأتي بهاء التنبيه في أداة النداء لبيان أن الأرض في غاية التوجه والالتفات إلى أمر الله تبارك وتعالى، فهي لا تحتاج إلى تنبيه. النكتة البيانية الثالثة: الآية المباركة بعد أن بيّنت أمر الله تبارك وتعالى: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء، مباشرة لم تقل فاستجابت الأرض، فاستجابت السماء، وإنما ذكرت النتيجة وغيظ الماء وقضي الأمر لبيان سرعة استجابة الكائنات لأمر الله تبارك وتعالى. ثم إذا تأملنا في ذيل الآية: وقيل بعدا للقوم الظالمين. الآية لم تقل وقيل بعدا للقوم الهلكة. لو قالت الآية ذلك لم تبين سبب الهلاك. هذه الآية بدلت لفظ الهلكة أو ما يوازي هذا اللفظ بلفظ الظالمين لبيان منشأ هلاكهم وأنهم إنما هلكوا لذلك. ليس المقصود من البلاغة أن يأتي بألفاظ على نسق القرآن ويعارض القرآن، وإنما أن يأتي بتركيب مبتدع في أسلوبه ويكون حاوي للنكات العلمية والجهات البلاغية، وعلى المدعي أن يجلس أمام النبي صلى الله عليه وآله ويبين ما في كلامه من نكات بلاغية ونكات علمية تفوق القرآن الكريم في أي موضوع قدمه القرآن الكريم.